ما يتعلق بالأوضاع في أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو أنها لبت طلب الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانكوفيتش لضمان أمنه الشخصي على الأراضي الروسية، فيما أثارت تدريبات عسكرية موسعة في الداخل الروسي حفيظة حكام أوكرانيا الجدد المتخوفين من سعي موسكو لتقويض ثورتهم الوليدة. وتزامنا حذر الرئيس الأوكراني المؤقت إليكساندر تورشينوف من أن أي تحركات للجيش الروسي خارج مقر قاعدته العسكرية في شبه جزيرة القرم ستعتبر عملا عدائيا. أطالب قادة الأسطول الروسي المتمركز في الأراضي الأوكرانية بالبحر الأسود بألا يتجاوزوا حدود الأراضي المخصصة لهم وفق المعاهدة الموقعة، فأي تحركات عسكرية خارج حدود تلك المنطقة سنعتبرها عدوانا عسكريا. تصريحات تورشينوف أمام أعضاء برلمان بلاده تأتي بالتزامن مع سيطرة مسلحين ينتمون للعرقية الروسية التي تشكل أغلبية في القرم على المقر الرئيسية للحكومة المحلية والبرلمان في شبه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وذلك في تحد واضح لحكام البلاد الجدد. لا أحد يعلم ماذا يجري بالداخل في الوقت الحالي، فلم نشهد سوى أن المبنى تمت السيطرة عليه. نحو 30 مسلحا دخلوا إلى المبنى، وعندما سيطروا عليه طردوا قوات الشرطة منه. تطورات دفعت بكييف إلى استدعاء القائم بالأعمال الروسية وتسليمه مذكرة تطالب بامتناع الجيش الروسي عن تنفيذ أي تحركات خارج نطاق تمركزهم بالقرم. في ميدان الاستقلال ما زالت حشود المتظاهرين تتوالى، حيث ينقسمون ما بين مؤيد ومعارض للأسماء المطروحة لشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة المؤقتة. يتعين علينا أن نمنح الفرصة لمن يتم اختيارهم لشغل حقائب وزارية، وإذا حدث شيء خاطئ نحتشد مرة أخرى في الميدان لتغييرهم. ليس كل المرشحين يناسبوننا، فكلهم قادة سابقون يتحتم على الحكومة الأوكرانية أن تخدم الشعب فقط، لا تعمل من أجل المال ولا من أجل المناصب. ويأمل الأوكرانيون أن يتجاوزوا تحديات مرحلة ما بعد الثورة، بدءا بالحفاظ على وحدة أراضي بلادهم وانتهاء بتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب بعيدا عن الارتماء في أحضان القوى العظمى. ومن جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرياس فوك غاسموسن استعداد الحلف لمساعدة أوكرانيا في إصلاحاتها الديمقراطية، وأعرب غاسموسن عقب اجتماع لقادة الناتو عن قلق الحلف من سيطرة جماعة مسلحة موالية لروسيا على مبنى البرلمان في شبه جزيرة القرم، واصفا هذه الخطوة بالأمر الخطير. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أوكرانيا الدكتور صلاح زقوط رئيس مؤسسة البيت العربي هناك. دكتور صلاح، بعد التحية، كيف هو الوضع لديك الآن في ظل تحذير الرئيس الأوكراني من أي تحرك للأسطول الروسي باتجاه بلاده؟ مساء الخير. الوضع في على صعيد كييف والمدن الأخرى هادئ نحو الاستقرار. هناك توتر داخلي لدى الشعب نتيجة للأحداث التي جرت. التوتر الحقيقي الآن يجري في شبه جزيرة القرم، وتحديدا في مدينة سيمفروبل عاصمة الإقليم، حيث استولى مجموعة من المسلحين فجر هذا اليوم على مقر البرلمان والحكومة. هناك حشودات ورفع الأعلام الروسية، هناك حشودات، ناشدهم رئيس البرلمان، عقدت جلسة للبرلمان في شبه جزيرة القرم، وتم اتخاذ قرار أنهم سيطرحوا مصير هذه الجزيرة على الاستفتاء يوم 25/5 حتى يقرروا مصيرها. بالنسبة للقوات الروسية التي خرجت الآن، المعلومات مؤكدة أنها عادت إلى قاعدتها البحرية في مدينة سيفاستوبل. بشكل عام هناك تحركات موجودة في شبه جزيرة القرم. المؤيدين لروسيا الاتحادية هم بالشوارع. كلنا يعرف أن غالبية السكان في شبه جزيرة القرم هم ينتمون إلى أصول روسية. أيضا بالأمس بالأمس كان تتار القرم المؤيدين للبقاء في أوكرانيا كانوا أيضا بمسيرة
تطالب أن يبقوا بأوكرانيا ولا يريدوا العلاقة مع روسيا. اليوم لم يخرجوا من منازلهم خوفا من تجنب الاصطدامات، حيث تحدث اصطدامات عرقية وإثنية. الوضع بشكل عام تحت السيطرة، حتى الشرطة الأوكرانية موجودة وتنظم حركة السير، بالتالي الأمور بهذا الاتجاه، التصعيد فقط في شبه جزيرة القرم. الدكتور صلاح زقوط الرئيس مؤسسة البيت العربي، كنت معنا عبر الهاتف من أوكرانيا، شكرا جزيلا لك. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة بيرزيت بالضفة الغربية. قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشاب بعد محاصرة منزله لمدة 5 ساعات، قامت خلالها بإطلاق صاروخ تجاه المنزل ما تسبب في تدمير واجهته. عقب انسحاب القوات من أمام منزل الشهيد، قامت بمحاصرة منزل آخر يخص عائلة الشاب، واعتقلت شابين آخرين من أفراد هذه العائلة. أدان فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اقتحام الجماعات الصهيونية المتطرفة للمسجد الأقصى، معلنا احتجاج الأزهر الشريف وإدانته لأي إجراءات لوضع المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الصهيوني بأي حال من الأحوال. كان مجلس النواب الأردني قد صوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفيرها من تل أبيب، احتجاجا على قيام الكنيسة الإسرائيلي ببحث السيادة الإسرائيلية على الأقصى. صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على مقترح لجنة فلسطين النيابية بطرد السفير الإسرائيلي في عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجا على قيام الكنيسة الإسرائيلي ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. صوت مجلس النواب الأردني بالإجماع على اقتراح للجنة فلسطين النيابية وبطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وكذلك استدعاء سفير الأردني من تل أبيب. هذا القرار يعني أتى للممارسات الصهيونية تجاه المقدسات والأقصى، وحقيقة أنه يعني مجلس النواب الأردني اتخذ قرار مشرف وقرار جريء، وهناك يعني لابد الحكومة الأردنية أن تصدع إلى هذا القرار فورا ودون تأخير. كما وتضمنت المذكرة مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياته وفضح الممارسات الإسرائيلية في الوقت الذي أكد فيه النواب على الدور الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس. كان هنالك في نهاية المطاف قرار بالإجماع من مجلس النواب الأردني لرفض أي تحرش بهذه المقدسات الإسلامية وأي تحرش بسيادة العائلة الهاشمية وسيادة الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس. لم يصدر من الكنيسة الإسرائيلي المشبوه أي قرار حتى هذه اللحظة، هم ناقشوا هذه الفكرة فقط. المحللون من جهتهم أكدوا على أهمية المذكرة والتوقيع عليها، إلا أن الأهم من ذلك هو رد الحكومة على النواب. قرار النواب قرار مهم، لكنه لن يخضع إلى إجراءات فعلية، وستسعى الحكومة إلى توظيفه من باب الضغط السياسي على إسرائيل بهدف وقف المناقشات في الكنيسة بشأن نزع الولاية الدينية عن المسجد الأقصى. ولربما كل الكلام يميل إلى مجرد إرسال الرسائل وتبادلها دون أي إجراءات فعلية على الأقل في هذا الوقت، خصوصا أن طرد السفير بالنسبة لذهنية الرسميين قرار صعب، وقد لا تكون لديهم أي قدرة على اتخاذ مثل هذا القرار. كما طالب النواب بضرورة تفعيل الدبلوماسية الأردنية لجهة فضح الممارسات الإسرائيلية وطرح الأمر على مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين إسرائيل ويؤكد سيادة الأردن وولاية الهاشميين الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين. توقيع النواب على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وضرورة سحب السفير الأردني من تل أبيب هو إجماع شعبي أردني على الرفض بالمساس بوصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية
في القدس وفلسطين. دام الكردي النيل عمان. تحولت ملكا العاصمة ولاية علي النيل إلى مدينة أشباح ودمرت بعض أهم شوارعها بالكامل بسبب تواصل الصراع الدائري بين رئيس البلاد سلفاكير ميريدات والمتمردين بزعامة رياك مشار. كما أدت الحرب الأهلية في البلاد إلى تشريد آلاف المواطنين بعد أن حرقت منازلهم وانهارت وسلبت محتويات المستشفيات والأسواق التجارية. لا يزال الصراع متواصلا بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميردات والمتمردين بزعامة رياك مشار بعد أن تعثرت محادثات السلام بسبب انتهاك وقف إطلاق النار والذي تم التوصل إليه قبل شهر في إثيوبيا. شوارع العاصمة ملكال دمرت بالكامل وامتلأت بالجثث وانهارت المباني والمنازل، فأصبح المواطنون بلا مأوى بحسب منسق الشؤون الإنسانية بجنوب السودان توبي لانزر. قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أفادت أن المنازل والمحال التجارية والأسواق احترقت وسلبت محتوياتها بالكامل وأصبحت المدينة خالية من سكانها، ولم يبقى بها إلا بعض القوات العسكرية التابعة للمتمردين. المرضى في المستشفى التعليمي أيضا تعرضوا لإطلاق النيران وقتلوا وهم في فراش المرض، كما أن جميع الأجهزة الطبية والأدوية حرقت وتعرضت للنهب. لقد تأثرت كثيرا عندما شاهدت ملقاي. لقد كنت هنا منذ 4 أسابيع مع فارلي أموس، وكانت المدينة ما زالت على قيد الحياة، ولكنها الآن انتهت وقضي عليها. البعثة الأممية في جنوب السودان قامت بإجلاء حوالي 1700 مواطن ونقلتهم إلى مجمع كنائس كاثوليكية لحمايتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم، بينما لا يزال الآلاف يتمتعون بحماية البعثة ولكنهم غير آمنين وقد يتعرضوا لنقص في المواد الغذائية إذ لم ينتهي الصراع. يشار إلى أن ما يقرب من 900,000 من المدنيين قد شردوا منذ بدء الصراع، بما في ذلك 710,000 شخص ما زالوا داخل البلاد و 171,000 آخرين فروا إلى البلدان المجاورة عبر الحدود المشتركة لجنوب السودان. ختم هذه النشرة هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب يواصل اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة. تأجيل نظر محاكمة مرسي وآخرين في قضية التخابر لجلسة الأول من مارس للنظر في طلب رد هيئة المحكمة. رئيس هيئة النقل العام يؤكد انتظام العمل بجميع الجراجات المتواجدة بالقاهرة عدا جراجات جنوب الجيزة وجنوب القاهرة. نهاية النشرة. إلى اللقاء.